ننتقل مباشرة إلى السودان ومنها نقرأ: حركة الإصلاح الآن تعلن رفضها للبعثة الأممية وتعلن مقاومتها سياسيا. وصفت حركة الإصلاح الآن بقيادة الدكتور غازي صلاح الدين قرار مجلس الأمن الخاص بتعيين بعثة سياسية للسودان بأنها قضية لم تنشأ من رحم الحراك السياسي الوطني، بل أقحمت بطريقة تفضح غلبة الأجندة الخارجية على الأجندة الوطنية في هذه المسألة التي لم تعرض على أي مؤسسة سياسية للتداول حولها وإيجاد الإجماع على التعامل معها. واعتبرت الحركة في بيان لها أمس أن تجربة السودان مع اليوناميت كانت تجربة قاسية لم تعزز السلام كما ينبغي، وارتكبت باسمها عشرات المخالفات التي تمس سيادة السودان ومصالحه الحيوية. لماذا هذا الجدل بشأن البعثة السياسية؟ نعم، يعني حقيقة هذا هو طبعا رأي حزب الإصلاح الآن الذي يعني يرأسه الدكتور غازي صلاح الدين، رجل محترم حقيقة الدكتور غازي صلاح الدين، وأنا على المستوى الشخصي يعني أجد فيه كثير من الحكمة والهدوء والرزانة. لكن حقيقة موضوع البعثة السياسية الذي أعلن حزب الإصلاح الآن مناهضته ومقاومته لمسألة البعثة السياسية، المقاومة بشكل سياسي وبشكل قانوني. أول حاجة نتوقف قليلا في مسألة المناهضة القانونية باعتبار أنه يعني هذا إجراء غير قانوني، لكن لا أعتقد أنه إجراء قانوني. مسألة طلب البعثة السياسية وإجراء قانوني، ليس هنالك ما ينتقص من قانونيته باعتبار أن ذلك يعني الدستور الحاكم للفترة الانتقالية هو الوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية واحد من أهم بنودها إنها يعني من واجبات مجلس الوزراء إنه يعني يزعى لإيقاف الحروب والنزاعات وبناء السلام، وهذه البعثة من أهم الأسباب والأهداف التي دعت سيد رئيس الوزراء أن يتقدم بطلب لهذه البعثة هو مسألة السلام وما يترتب ما بعد التوصل لاتفاق سلام. كما ذكرنا قبل قليل أن هنالك يعني مطلوبات كبيرة جدا وكثيرة جدا، يعني لا بد لها من دعم واضح من الأمم المتحدة، دعم عملية السلام، مسألة الفترة الانتقالية، التعزيز التحول الديمقراطي، المساعدات إلى آخر يعني هذه المطلوبات الفنية وكلها أدوار هذه البعثة، مسألة الانتخابات، مسألة التعداد السكاني، كل هذا من الواجبات المنصوص عليها في مسألة البعثة. لكن على كل حال ربما أتفق في جزئية صغيرة جدا من الذي أدلى به حزب الإصلاح الآن حول معارضته للبعثة السياسية، وهو أنا يعني أنا شخصيا لا أعيب عليها شيء سوى أنها كان يفترض أن يسبقها تشاور واسع. يعني هل تتفق معه قبل أن يتم تمس السيادة الوطنية مثلا؟ لا نهائي، هذا حديث للمزايدة فقط. ربما يكون هنالك بعض المشفقين دون أن يتفهموا حقيقة المرامي الحقيقية من وراء طلب هذه البعثة، وهو حق مكفول للسودان باعتباره عضوا في هذه المنظمة. ليس هنالك أي مساس للسيادة الوطنية أو وجود لاستعمار في داخل البلاد، هذه مجرد مزايدة سياسية يقوم بها. وغالبا لو لاحظت أن غالب من يهاجمون هذه البعثة في شكل هجمة إعلامية منظمة، يعني هم من عناصر النظام البائد. كانت حتى الآن موجودة البعثة المشتركة، بعثة يوناميت المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وهذه منذ 2007 قائمة حتى اليوم قائمة، وهي تحت الفصل السابع، ولم يتحدثوا عن انتهاك للسيادة الوطنية طوال هذه المدة منذ 2007 حتى الآن 13 سنة. لم ينبت أحد ببنت شفا ولم يقل بغم حتى حول أن هذه خطورة وهكذا، وتلك وهي كانت مفروضة فرضا باعتبار أن السودان يعني صار مهددا للسلم والأمن الدوليين.
فرضت من مجلس الأمن فرضا على السودان نتيجة لكثير جدا من الممارسات الفظيعة التي يعني ارتكبها النظام البائد في دارفور تحديدا يعني. فتم فرض هذه البعثة الأممية عليه منذ 2007 ويعني من مكوناتها أكثر من 20,000 عسكري. وهذه بعثة خالية تماما من أي وجود عسكري، فكيف نعم. فكيف جاز أن تكون تلك، لم يتحدثوا عن أن تلك يعني انتهكت السيادة الوطنية وأتت بالاستعمار وهذه يعني فعلت ذلك. يعني المزايدة واضحة جدا، نعم. ومزايدة واضحة جدا لا تحتاج إلى أي تعليق. نعم.